المركزي يعلن تحقيق ما يتجاوز 227 مليون دولار فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2019-2020. اليوم آخر موعد لحجز وحدات الإعلان 12 بمشروع الإسكان الاجتماعي. أسعار الذهب العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ بداية نوفمبر. مشاهدينا، هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم من نيل الأخبار، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020. وأوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمقدار 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولية وارتفاع التحويلات الجارية. كما أشار المركزي إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار لتسجل 12.9 مليار دولار. حددت وزارة الإسكان اليوم آخر موعد لسحب كراسات حجز وحدات الإعلان 12 ودفع مقدمات الحجز والتقدم بالأوراق من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري بمشروع الإسكان الاجتماعي. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد ضرورة رفع الاستمارة الواردة لكراسة الشروط والمستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك لاستكمال التقديم. يذكر أن الوحدات مطروحة في محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية والبحيرة. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق وسام أربيع إن الإحصائيات الملاحية للقناة تشهد طفرة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الربع الأخير من عام 2019 عبور أكثر من 5000 سفينة بحمولات قدرها 314 مليون. المزيد في سياق التقرير. بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومية، تحتفل الترسانة البحرية بمرور 100 عام على انتقال الترسانة إلى موقعها الحالي ببور فؤاد. وبهذه المناسبة قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتدشين القاطرة الشهيد مصطفى محمود. واخدين على عهد على نفسنا ان شاء الله كل شهرين نعمل قطر. اللي جايه ان شاء الله هتبقى رابع واحده وهي دي الاخيره، لكن مش هتبقى الاخيره بالنسبه لنا، احنا هنبدا تاني في 4 تانيين على طول، وان شاء الله كل من شهرين لثلاث اشهر هنكون بندشن قطره جديده نظرا لاحتياج هيئه قناه السويس لهذه القطرات والموانئ البحريه بالتعاون مع قوات البحريه ان شاء الله. معنى كده ايه؟ معنى كده ان عمال مصر وشباب بورسعيد ومهندسين الترسانه وعمال الترسانه ما بيناموش بوصول الليل بالنهار عشان يثبتوا للعالم كله ادي مصر ايه، وادي ترسانه بورسعيد البحريه ادي بتنجز كل شهرين قاطره عظيمه جدا، بتخش بتخدم في المجرى الملاحي بتخدم في قواتنا المسلحه. تعد القاطره الجديده هي الثالثه ضمن مجموعه من القاطرات التي تتولى ترسانه بورسعيد البحريه بنائها من طراز مصاحب بقوه شد 70 طن. هي دي القاطره رقم 3 في مجموعه من عدد 4 قطرات من هذا الطراز، طراز مصاحب، واللي احنا دشيناهم في فترات سابقه في حوالي القاطره الاولى كانت في شهر 10 في شهر 24/8، الثانيه في شهر 10، واحنا في ديسمبر في احتفالات بورسعيد الباسله احنا بنقوم بتدشين القاطره الثالثه، وهي بتعتبر القاطره السابعه من مجموع 8 قطرات من نفس هذا الطراز، طراز مصاحب من ذات الرفاصات. يذكر ان الشهيد البطل رائد بحريه مصطفى محمود هو أحد أبطال العملية الشاملة بسيناء، كان قد نال الشهادة في مارس من العام الماضي إثر مواجهات مع العناصر الإرهابية.
يأتي تطوير وتحديث الأسطول البحرية لهيئة قناة السويس من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة على رأس أولويات استراتيجية العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة ورفع تصنيف الملاحية لقناة السويس. أمل صبري، النيل. ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700.5 مليار جنيه بعد تعاملات بلغت 297.8 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي إيجيك 30 بنسبة 94%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 38%. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 44%. مشاهدينا، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل معنا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة هدى المنشاوي. أستاذة هدى، بعد التحية، يعني إذا سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية اليوم، أسباب هذا الارتفاع من وجهة نظرك؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. احنا طبعا يعني عملنا ريتستر 4 مرات على المستوى 13800، وما فيش ولا مرة كنا بنكسره كان بيأكد الكسر الجلسة اللي بعديه. النهارده اغلقنا على 13885، وده مستوى محوري جدا جدا جدا. هنحاول يوم الاحد نعمل عليه ريتست، لو اثبتنا انه دعم وابتدينا فعلا نغلق ونرتكز اعلاه، يبقى معناها ان احنا ان شاء الله هنروح لل 14000، 14200، ثم 14500. نعم. وتطبيق طبعا المقولة no crisis with Christmas، يعني احنا مفروض ما يبقاش في أزمات خلال هذا الأسبوع. نعم. وبعدين هندخل ابتداء من أول السنة تحت تأثير الجانوري إفكت أو تأثير يناير، فالمفروض ان احنا ان شاء الله نصعد خلال الأسبوع اللي جاي واللي بعده. نعم. المهم ان احنا ما نكسرش 3600 بأي حال من الأحوال. كسر ال 13600 يعتبر ستوب لوس للي موجود كمضارب داخل السوق. طب استاذه هدى، يعني خلينا بقليل من التفصيل نتحدث عن اداء البورصه في الربع الاول من يناير المقبل باذن الله. باذن الله في يناير، يعني نعتبر الكوارتر كله من يناير لغايه مارس هيبقى ما بين ال 14 او 13800، ممكن نخترق ال 14500. نعم. باذن الله الفتره الاولانيه مفروض ان احنا هنشهد بعض الطروحات، هيبقى في بعض الاموال اللي هجرت البورصه هترجع تاني. الاسواق العالميه دلوقتي بتشهد بيك او بتشهد قمه كبيره جدا، هتبتدي تنزل منها شويه في الكوارتر دوت، ففي الحاله دي هترجع لنا بعض الاموال للاسواق الناشئه ومن ضمنهم مصر. دي حاجة. الحاجة الثانية انه في برضو بعض العرب هيرجعوا تاني بعد ما هاجروا البورصة المصرية عشان سهم أرامكو، فكل الحاجات دي هتدعم بقوة ان شاء الله ان الكوارتر الاولاني هنشهد صعود. نعم. استاذة هدى المنشاوي خبيرة اسواق المال، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت مصلحة الضرائب أنها ستقوم في أول يناير المقبل بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاي خاص بالضرائب. وأضافت المصلحة أنه سيتم في منتصف الشهر شهر يناير نشر التطبيق على موقع أبل، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية. كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية.
أعلنت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة التحويلات إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام الماضي والذي بلغ 2 مليار درهم. ذكرت شركة غاز بروم الروسية العملاقة للغاز اليوم أن الشركة تتوقع انخفاض صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق إلى 198.8 مليار متر مكعب في العام الحالي، انخفاضا من 202 مليار متر مكعب في 2018. وتتوقع الشركة إنتاج 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ارتفاعا من 479.6 مليار متر مكعب في 2018. صعدت أسعار النفط مدعومة بانفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها أوبك لكبح الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق. وارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا إلى 67.48 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 1.36 دولارا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية اليوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ 5 نوفمبر الماضي وسط حالة ترقب من قبل المستثمرين لتطورات النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 21% لتصل إلى 1508 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى تحققه منذ نوفمبر الماضي. وارتفع سعر التسليم الفوري 23% عند 1523 دولارا للأوقية. مشاهدينا، ونتحول إلى نشاط تربية طيور النعام، حيث بدأت مزارع تربية النعام في الانتشار في مصر بعد أن كان يتم استيرادها من إفريقيا واستراليا لتربيتها من أجل البيض واللحم والأغراض التجارية الأخرى. بدأت لحوم النعام الوصول إلى بواقي الطعام المصريين بعد أن كانت مقصورة على فئات بعينها. مزرعة تربية النعام هذه تعد واحدة من بين مزارع عديدة افتتحت على أطراف القاهرة الكبرى. المزرعة تضم العشرات من طيور النعام، لكن هذه الطيور لن تستقر لفترة طويلة، حيث يتم تزويد المطاعم والمتاجر بلحوم النعام. نعم، كل حاجة بتستخدم، وأول حاجة لحم النعام، وشبه لحم البيتلو يعني، بس هو يختلف عنه تماما، ويبقى لحم أحمر خالص ومفيد طبعا للمرضى وكده. وريش النعام بيستخدم في السن العرايس والمراتب والاستخدامات أخرى برضو. بدأت هذه اللحوم في الوصول إلى موائد طعام البسطاء بعد أن كانت مقصورة على فئات بعينها، لأنها قبل فترة كان يطلق عليها لحوم الملوك. ثمن الطبق ما بيكملش 100 جنيه، البروتين بيبقى حوالي 200 جرام لحم نعام، بخلاف الرز، بخلاف الخضار السوتيه، بخلاف السلطات والعيش. فده ثمن حضرتك يعني في 8 سندوتش في أي براند ب 100 جنيه، مش حاجة يعني بالنسبة لوجبة نعام متكاملة. يتناول بعض المصريين لحوم النعام للمرة الأولى بعد أن اقتنعوا بجودتها ومذاقها الجيد. أنا أول مرة أدوق لحم النعام، محمود كلمني قال لي تعالى ناكل لحم نعام، أنا كنت فاكر إن هو غالي، فلما سألته قال لي لا يا عمي ممكن تلاقيه رخيص شوية، ما نعرفش السعر بس تعالى نجرب. جربت، لا السعر أول حاجة سألت على السعر، الصراحة أنا كنت خايف لا يطلع غالي، قلت لها السعر جميل جدا في متناول أي حد، ما كنتش متخيل ان في ناس بتربي نعام في مصر، دي جديده عليا. ويتم استيراد النعام من افريقيا واستراليا لتربيتها من اجل البيض واللحم والاغراض التجاريه الاخرى. مشاهدينا، نهايه النشره، تذكره بالعناوين.
المركزي يعلن تحقيق ما يتجاوز 227 مليون دولار فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2019-2020. واليوم آخر موعد لحجز وحدات الإعلان 12 بمشروع الإسكان الاجتماعي. أسعار الذهب العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ بداية نوفمبر. مشاهدينا انتهى النشرة، شكرا لطيب المتابعة.